بالتزامن مع دعوه رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تاجيل التظاهرات المطالبه بالاصلاح لحين اكمال عمليه تحرير الفلوجه والقضاء على تنظيم داعش فيها، اكدت اوساط ثقافيه بان هذه الدعوه يراد منها كسب الوقت من دون تنفيذ اي اصلاحات تذكر. ما نريد احد يجي يركب الموجه او يصفي المظاهرات باسم تصفيه الدواعش بسبب الحرب القائمه في غرب العراق. الحكومه لم تؤدي الإصلاحات حتى لو سقط داعش وانهزم داعش، لأنها منذ هاي 9 سنوات جربنا الحكومات من عهد المالكي إلى عهد حيدر العبادي، ونفس السياسة ونفس الطريق اللي يسلكه الدكتور العبادي ضد مطالب الشعب، وهي مطالب بسيطة ومشروعة ممكن تجاوزها. محاربة الفساد وإلغاء المحاصصة الحزبية والخروج من نفق الأزمات هي أبرز ما طالب به الشعب العراقي خلال تظاهراته التي استمرت لشهور طويلة ولم تجد لها أي آذان صاغية، وسط حالة من الفوضى السياسية التي عاشها البرلمان خلال الأسابيع الماضية من جهة، واقتحام الخضراء من قبل المتظاهرين من جهة أخرى. تعاملت الحكومة يعني في كل المظاهرات التي خرج بها أبناء الشعب يعني موقف المتأني وموقف اللامبالي بالنسبة لتحقيق مطالب الشعب. نتمنى كل ذلك، يعني بحالة القضاء على داعش يجب أن تنظر الحكومة إلى المصلحة الوطنية بأي شكل من الأشكال وتنفذ ما طالب به المتظاهرون من إصلاح القضاء والقضاء على المحاصصة والفساد و الأمور الكثيرة التي لا تخدم الشعب. عملية الإصلاح التي ينادى بها الشارع العراقي ما تزال بعيدة المنال في ظل الإجراءات الحكومية والبرلمانية المتعثرة التي لم تحقق سوى إصلاحات ترقيعية لا تتناسب مع حجم المطالبات والأزمات التي يشهدها العراق خلال المرحلة الحالية.